بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في الحصة الجديدة واللي تتعلقنا طبعا بنموذج الامتحان الإقليمي موحد طبعا، ومع التصحيح والشرح المفصل إن شاء الله. إذا نقرأ النص هو الأول، تقول النص: ليس التقدم أن نتوفر على المراكز التجارية الكبيرة والطرق السريعة الواسعة وناطحات السحاب وغيرها، فكل هذه المنشآت يمكن أن تبنى خلال سنوات إذا توفر المال. أما الأصعب فهو تنشئة الإنسان الذي يبني تلك الصروح ويحافظ عليها. التقدم الحقيقي يظهر في سلوك الإنسان وحسن تعامله مع الآخرين وفي الاهتمام بصحة الإنسان وتوفير التعليم الجيد وتمتع الفرد بالحرية والمشاركة في اتخاذ قرار وحصوله على جميع حقوقه، والاهتمام بالفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، ثم إن الفقرة الثانية: السلوك المدني هو الانضباط واتباع النظام في الشارع وفي أماكن التسوق والعمل، فلا نرى من يتجاوز أو يأخذ حق غيره، ولا نرى من يترك مخلفاته أو يرميها في مكان عام أو يوقف مركبته في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة أو في ممر الراجلين. وهذه الأخلاق تبنى في المدارس لأنها المكان المناسب لترسيخ القيم والممارسات الحضارية، خصوصا حين لا يقوم البيت بواجب التربية بسبب الجهل أو الإهمال. فهدف المدرسة الأول هو تنشئة مواطن صالح يتمتع بقيم سامية وحسن تواصل مع الآخرين، وهذا يحتاج إلى تعليم يركز على التطبيق بدل الحفظ والتلقين والمراقبة والمحاسبة، وذلك حتى يصبح عادة ثم سلوكا ينقله التلميذ معه إلى بيته وإلى الشارع. اقرأ النص أكثر من 3 مرات حتى تتمكن من استيعابه. بعدها نمر إلى الأسئلة ديال الفهم، قراءة الفهم. حدد نوعية النص، هل هو حجاجي يعني في أدلة وبراهين، سردي، قصة، حكاية، وصفي طبعا ليس يصف لنا، أو توجيهي، فهذا يوجهنا توجيهي. نعم، توجيهي. إذا النص توجيهي. أصل كل جملة بالمعنى المناسب لكلمة يأخذ، الواردة فيها باعتماد استراتيجية المعاني المتعددة. نعم، فنقول: يأخذ حق غيره، يأخذ الدواء، يأخذ القطار، يأخذ استراحة، يركب، يسافر، يسلب، يسرق، يتناول، يرتاح. نعم، يأخذ حق غيره بمعنى يسلبه ويسرقه. نعم، حسب السياق. يأخذ الدواء، نعم، المريض يأخذ الدواء يعني يتناول الدواء. يأخذ القطار يعني يركب ويسافر. نعم، يأخذ استراحة، يرتاح. نعم، إذا هنا أنتقل إلى خارطة الكلمة. يبني، نوعها يبني، هذا فعل، فعل مضارع طبعا. مرادفها واحد يبني يعني ينشئ، نعم ينشئ. كلا يقول مثلا يقيم، أقام، يقيم، يشيد، يؤسس. يبني ضد يبني وحتى يبني الآخر يهدم، نرى وحدة يحطم، يخرب، وهكذا. إذا يبني، يبني البناء، جو تركبوها في جملة، يبني البناء منزلان، أو تبني المدرسة. نعم، تبني المدرسة أجيالا وأجيالا. نعم، نعم، يبني العصفور عشه، جملة بسيطة. من وراها الآن ننتقل إلى من خلال النص أين يظهر التقدم الحقيقي؟ أين يظهر التقدم الحقيقي؟ نعود إلى النص. نعم، هي هنا: التقدم الحقيقي يظهر، يظهر في سلوك الإنسان وحسن تعامله مع الآخرين وفي الاهتمام في الصحة بالصحة وتوفير تعليم جيد. وطبعا أحسن لهنا، هذه كلها مهم. يظهر في حسن تعامله مع الآخرين وفي الاهتمام بصحته، في حسن تعامله مع الآخرين وفي الاهتمام بصحة الإنسان. إذا الجواب راه واضح، يظهر التقدم الحقيقي في حسن
نعم، في حسن تعامله مع الآخرين، في حسن نرجع النص، في حسن تعامله مع الآخرين، في اهتمام بصحة الإنسان، توفير تعليم جيد، اهتمام بصحة الإنسان، الاهتمام بصحة، نعم، الإنسان، تعليم جيد، التعليم الجيد، التعليم الجيد، نقاط، نعم. استخرج من النص عبارة تبين أن القيم تبنى في المدارس، من النص عبارة تدل أو تبين أن القيم تبنى في المدارس، نعم. نعود إلى النص، وهذه الأخلاق تبنى في المدارس لأنها المكان المناسب لتسريق القيم، نعم. وهذه الأخلاق هاي من هنا، هذه الأخلاق تبنى في المدارس، نعم، لأنها المكان المناسب لترسيخ القيم والممارسات الحضارية، نعم. إذا هذا هو الجواب ديالها، وهذه الأخلاق تبنى، وهذه الأخلاق تبنى، اسمحوا لي هذا الخط يعني كنزرب وعاد عندي مساحة ضيقة، وهذه الأخلاق تبنى، طبعا الأخلاق تبنى، وهذه الأخلاق تبنى في المدارس، في المدارس، لأنها المكان، نعم، نرجع النص، المكان المناسب لترسيخ القيم، نعم، المكان المناسب، مكان المناسب لترسيخ، نكملوا راه انتظروا، هاي حل هنا، لترسيخ القيم والممارسات الحضارية، نعم. إذا هذه الجملة ديال الجواب. نمر إلى السؤال الموالي، إذا ناخذ الورقة الثانية. هنا قالوا لنا حدد الفكرة الأساسية للفقرة الثانية من النص. الفقرة الثانية هي هذه، السلوك المدني هو الانضباط واتباع النظام في الشارع وفي التسوق، أماكن التسوق، ثم الأخلاق تبنى في المدارس، هذا مهم، قراوا هذه مزيان وتعطيونا الفكرة. إذا الفكرة الأساسية تتحدث عن السلوك المدني طبعا، ودور المدرسة، ودور المدرسة طبعا فاش في بناء، نعم، وترسيخ ماذا، القيم والممارسات الحضارية، الممارسات الحضارية. لجأت الفقرة الثانية صار، نعم، تحدث عن السلوك المدني ودور المدرسة في بناء وترسيخ القيم والممارسات. لخص الفقرة الأولى، الفقرة الأولى لاحظوا معي جيدا، ليس التقدم أن نتوفر المراكز المؤهلات الطرق السريعة ونطح السحاب طبعا، لأن هذا الشيء يمكن أن يبنى خلال سنوات، أما الأصعب فهو تنشئة الإنسان الذي يبني تلك الصروح والذي يبنيها ويحافظ عليها، والتقدم الحقيقي يظهر في سلوك الإنسان وحب تعامله. إذا الفقرة تحدثنا على جوج حوايج، كتبين لنا بداية تلخيص، نقول ليس التقدم، ليس التقدم أن نتوفر، نعم حسن، على المراكز التجارية والطرق الواسعة السريعة وناطحات السحاب وغيرها، وناطحات السحاب، وإنما التقدم، شنو هو؟ إنما التقدم، شكون هو التقدم؟ هو التقدم يتجلى في ماذا؟ في سلوك الإنسان، في سلوك الإنسان وحسن تعامله، وحسن تعامله مع الآخرين، نعم. هذا نوع من التلخيص، ليس التقدم أن نوفر مراكز والطرق وناطحات السحاب وغيرها، وإنما التقدم يتجلى في سلوكي وحسن تعامل مع الأهل. حدد من القيم التالية القيمة التي، القيمتين اللتين الوردتين في النص، ليس حد التعامل، إنما احترام حقوق الغير، ثم المواطنة، السلوك المدني، المواطنة. ما رأيك في من يرمي الأزبالة في الأماكن العامة كالشارع؟ نعم، سلوك، هذا سلوك قبيح غير متفهمه، لأن ذلك يضر بالبيئة
وبالتالي بصحة الإنسان. هذا هو الجواب. نعم، دابا الآن سنمر إلى هنا صرف التحويل. ضع الأفعال الآتية: ينقل، وصل، يأخذ، مرت، يبني، تقوم. الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل الصحيح ما كان الحرف ديالو الأساسية خالية من حرف العلة اللي هي وايون، ياك وايون اللي حرف العلة. مثلا ينقل، هو ينقل، رجح الماضي هو نقل، نقل، إذا هذا سالم. ونكتبو ينقل، نكتبو كما هي من الأحسن. وصل، وصل، هو وصل، وصل عنده حرف العلة في الأول فهو فعل معتل. مثال: وصل. يأخذ، رجح الماضي هو أخذ، أخذ هذا مهموز غير معتل. مرت، هي مرت، هو مر، مر مضاعف، إذا فنكتب مرت. يبني، هو بنى ناقص. ثم تقوم، هو قام في الماضي، إذا هذا أجوز. ضع كل كلمة في مكان مناسب في جدول: مركب، مركوب، مركبة، راكب. إذا هنا الفعل راكب اسم فاعل ثلاثي، راكب وهي موجودة، راكب اسم فاعل نصوغه على وزن فاعل إذا كان فعل ثلاثي، اسم مفعول على وزن مفعول مركوب. نعم، هي اسم مكان، اسم مكان، نعم، مكان الذي نركب، مركب. و اسم الآلة، الآلة هي المركبة، مركبة فضائية أو غيره. نعم، أكتب، أكتب هنا، أكتب العدد بالحروف. واحد، تألف العمارة من هنا طوابق، مفردها طابق، هذا طابق، إذا هذا مذكر. طبعا هنا يقول من سبعة، علاش؟ لأن المعدود هذا مذكر. في كل طابق هنا أربعة، هنا شقق، هذه شقة، هذه شقة، إذا في كل طابق أربع شقق. أنا أقوم بواجبي وأرعى حقوق الغير، نحولها: أنت تقومين، أنت تقومين بواجبك وترعين، وترعين حقوق الغير. أنتما تقومان، تقومان بواجبكم وترعيان. يعني كان عنده ألف مقصورة كتولي يا ترعيان، يا ترعيان. أنتن تقمن، أنتن تقمن بواجبكن وترعين، وترعين حقوق الغير. نعم، هذا. دابا نمر إلى التراكيب. أشكر الفقرة المكتوبة بين قوسين: أمي لم، هذه أداة جزم، لم تسمح، تسمح لي باللعب خارج البيت، وقالت لن، هذا تنصب، لن أسمح لك حتى تنهي واجباتك. أكمل أو أكمل الجملة التالية بتوكيد مناسب. نعم، أدرس أنا وأخي في المدرسة نفسي، هذه مجرورة، تكون نفسي هاتيا هنا، تكون لأن التوكيد كيتباع المؤكد، نفسها. أدرس أنا وأختي في المدرسة نفسها. الآن دابا نمر إلى طبعا إلى أتمم ملء الجدول بما هو مطلوب. الجملة: هل في خرج هنا حركة إعرابية وعلامته، طبعا حيوا هذه. إذا هنا عندنا يحافظ أحمد على فتح، يحافظ، فهذه حركة مرفوع، باش مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره، ياك بالضمة. نعم، هنا هذه هي الولدان يلعبان، يلعبان هذا مرفوع ثاني، مرفوع باش بالنون، ثبوتي النون، ثبوتي النون، أفعال الخمسة، لأنه من أفعالي الخمسة: أنتما، أنت، وأنتما، وهما، وأنتم، وهم. لم يقوموا بواجبهم، لم، هذه أداة جزم، مجزوم، مجزوم بحذف النون، حذف النون، أفعال خمسة، هم يقومون. الإعراب دابا، أعرب الكلمات التي تحتها الخط حسب موقعها. نعم، رجعوا النص، عندنا الراجلين، سأبحث عن الراجلين في النص. نعم، كنا عادة مخلفاته، هاي
وفي ممر الراجين، في حرف جر، ممر اسم مجرور وهو مضاف، راجلين مضاف إليه، إذن مضاف إليه، مضاف إليه طبعا تكون جر بالياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، إنه جمع مذكر السالم. حضارية سنبحث عنها، لاحظوا هنا، لترسيخ القيم والممارس الحضاري، الممارسات والممارسات الحضارية، هذا راه نعت، نعت تابع للمنعوت. مخلفات هنا سنبحث عن مخلفات هنا، نعم هنا من يترك، ولا نرى من يترك، من يترك مخلفاته، يترك فعل مضارع، هو فاعل ضمير مستتر، ماذا يترك؟ مخلفاته، مخلفاته مفعول به، مفعول به منصوباش، مخلفاته بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، سالم هو سالم، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه، هذا هاي عادة يكون الهاء مضاف إليها، الضمائر إذا اتصلت بالأسماء تعرب مضاف إليها، حتى يصبح عادة، يصبح ناسخ فعلي، يصبح هو اسمها ضمير، ما يصبح عادة، عادة هذا خبر، خبر أصبح خبر منصوب. نعم الآن نكمل هذا الشيء، هذا ديال الإملاء، وتميمون بكتابة الألف لينة، لينة إما الشكل هذا المدودة أو المقصورة، دنا يدنو، إذا أصله هو تكون ألف ممدودة، رأى الصعصة إذا كانت مثلا غير ثلاثي كتكون عندنا طبعا ألف مقصورة إلا إذا كانت قبل من الياء، بحال دنيا، هدى، سلوى. نعم هنا الهمزة، عبء الهمزة كانت في آخر الكلمة وقبلها السكون تكون على السطر، عبء كانت قبلها كسر تكون على الياء، لو كانت قبلها فتح تكون على الألف، قرأ، ولو كان يائس، هذه وسط الكلمة، يائس كاين الفتحة والكسرة، الكسرة كتغلب الهمزة على الياء، يائس. مؤذن، الضمة والفتحة، الضمة كتغلب، مؤذن، مؤذن. مسألة طبعا السكون مغلوب، هنا قال لك أشكل الجمل والكلمات المكتوبة بخط مضغوط، نعم نشكله هنا، ليس تقدم أن نتوفر على المراكز التجارية الشدادي الكبيرة، يمكن أن تبنى بالمجهول، تبنى التقدم، نعم التقدم هذا مبتدأ، التقدم هو تنشئة مواطن صالح، تنشئة مواطن صالح يتمتع بها. بالنسبة للإنشاء عندنا هنا الإنشاء، اكتب رسالة صديقك تدعوه فيها احترام حقوق الغير والتزام بالنظام، إذا ضروري تتحدد العناصر الأساسية، مثلا في مثلا الرباط، مثلا مثلا 18 شهر 6 2022، وهذه ضرورية، صديقي مثلا محمد هذا يشرفني، أطلب ندير مقدمة تحية طيبة وأشواق حارة، وما ننساش العنصر في الأخر كدير الاسم ديالك مثلا أحمد، وكدير طبعا السنية ديالك مثلا، ودونك تركزنا على بنديروها في علبة الوصف. إذا احترام حقوق الغير هذه المهمة، والتزام بالانضباط هذا هو الموضوع ديالنا، احترام حقوق الغير والتزام بالانضباط، أتمنى أن تكون قد سمعت.